عاشت رضوى لأنها أحبت الحياة والبشر الكادحين والأحلام التي رعتها طيلة عمرها، ولسان حالها يقول مع محمود درويش: نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. وإضافة إلى عائلتها الصغيرة وأسرتها الأولى، كونت رضوى أسرة أكبر كثيرا تمتد بامتداد المعمورة من هؤلاء السعين بشرف لتغيير العالم إلى الأفضل. اختارت رضوى منذ أن انفتح أمامها باب الوعي الجديد في بداية حياتها أن تتخذ موقفا نقديا من قيم المجتمع البرجوازي ومثله الأبوية الطبقية، وارتبطت بشريك حياتها رغم رفض الأهل لهذا الارتباط. وكانت أول معرفة لي بها قبل أن أراها برنامج إذاعي قدمت فيه قصائد لبعض شعراء المقاومة الفلسطينية، لفت نظري فيه إدراكها لمواطن الجمال الصافي وحسها النقدي الأصيل والتقاطها لأدق التفاصيل، وقبل كل شيء ولعها بفلسطين. التحقت رضوى بمخاصمتها لقيم المجتمع البرجوازي بأسرتها الكبيرة، بهؤلاء الذين قبضوا على الجمر عبر التاريخ وفي كل البلدان، والذين رفضوا الظلم والاستغلال والفساد والوعي الزائف الذي ينتجه. ولطالما خاض هؤلاء معاركهم في ساحة الوعي بدأب وفي ساحة العمل والنضال إذا ما توفرت الشروط. وفي هذا السياق أنتجت رضوى على طريق هذا الاختيار أعمالا لافتة سوف تبقى، هذه الأعمال سوف تبقى وتبقيها هي حاضرة رغم الغياب، وسوف تكون موضوعا للدراسة والبحث على مدى الأجيال. تستلهم فيها هذه الأجيال المتعاقبة أفكارا ومثلا عليا وثقة في قدرات الإنسان على المقاومة وتغيير الواقع البائس. رغم آلامها كانت رضوى محظوظة لأنها عاشت أيام الثورة وشاركت فيها ورأت بعض أحلامها تمشي على الأرض.